أحبتي السلام عليكم. جرت سنة الله تعالى في خلقه أنه ما من قوي إلا وفي الأرض من هو أقوى منه، وأقوياء اليوم هم ضعفاء الغد، ودوام الحال من المحال. اقرأ قول ربك: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. في يوم من الأيام غضب أحد الصحابة واسمه سيدنا أبو مسعود البدري على غلام له، أي خادم أو عبد عنده، فرفع عليه الصوت وظل يضربه. وساعتها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه فبدأ يناديه: اعلم أبا مسعود. فلم يلتفت سيدنا أبو مسعود إلى هذا الصوت ولم يميزه، هل هو صوت رسول الله أم صوت أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناداه النبي مرة أخرى: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وهنا توقف أبو مسعود رضي الله عنه وألقى الصوت من يده على الأرض، ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وهذه حكمة لو وعاها الظالمون ما ظلم أحد أحدا، وما تجبر قوي على ضعيف. ولكن أبا مسعود رضي الله عنه بمجرد سماعه لهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم عليه خطوة وقال: والله لا أضرب بعدها مملوكا أبدا يا رسول الله. ثم تقدم خطوة أخرى وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وهذا الحديث موجه كذلك إلى صنف من الناس لا يملك شجاعة الاعتراف بالخطأ أو تصويب المسار مهما تكن النتائج أو العواقب. ما أروع أبا مسعود حينما اعترف بخطئه واعتذر لخادمه، وعندئذ تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أما إنك لو لم تفعل يا أبا مسعود للفحتك النار أو لمستك النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.